شو يا سلامة؟ العيال متعبينك؟ هيه بالهداوة عليهم شوي. أعرف إنك مشغولة بتحضير الفطور، بس شو رايك لو نخلي العيال يساعدونك في التحضير؟ ها؟ أنت تعرفين إن وجبة الفطور لازم تكون متوازنة ومتنوعة وغنية بالفيتامين، ولازم تأمن 40% من حاجة البالغين للسعرات الحرارية اليومية في رمضان، و 30% من حاجة اليهال. وعشان اليهال ما يضيعون من الجرام والكيلوغرام والليتر، نستبدلها بقبضة اليد، كف اليد أو الكفين. وهالقاعدة في القياس هي نفسها للكبار والصغار. وعشان شي خلي العيال يسوون الصحن الصحي بروحهم. أولاً الحبوب، وتشمل بعد الخبز بكمية توازي قبضة اليد. ثانياً الخضار اللي تكون في السلطة أو الشوربة بكمية توازي كفين يم بعض. ثالثاً البروتين من لحم، دياي أو سمك كمية توازي كف واحد. رابعاً فواكه، كوب من الفواكه الكاملة أو نصف كوب من العصير، والكوب يساوي 250 ملليلتر. وما ننسى يا سلامة كوب الحليب أو الروب. ومثل ما دائما نقول، نبتعد عن القلي، تخفيف الملح والزيت والسكر، ونوجد بدائل صحية ومتنوعة. رمضانكم كريم، وعساكم دوم بصحة وسعادة.